إلينا من جنوب غزة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني. أستاذ الدجني صباح الخير، أهلا بك. ارتفاع منسوب العنف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة مقابل عدم تحقيق أي من الأهداف المعلنة، إلى ما يؤشر برأيك؟ في تقديري أن ذلك يؤشر إلى مجموعة من القضايا. المسألة الأولى هو حجم الخسائر الإسرائيلية وإبداع المقاومة وتموضعها بشكل مؤلم للاحتلال الإسرائيلي، وبذلك لا يجد طريقا هذا الاحتلال إلا أن يسأل من المدنيين ويرفع الفاتورة البشرية. المسار الآخر هو أيضا ضمن إطار المفاوضات تحت النار، هناك حراك سياسي تقوده القاهرة والدوحة فيما يتعلق بمبادرات وأفكار هنا وهناك، وبذلك تحاول إسرائيل أن تضغط من خلال معركة عض أصابع بينها وبين المقاومة. المسار الثالث هو إدراك إسرائيل أن شهر 2 هو بداية ثم الانتخابات الأمريكية، وأن سم التوقع وربما حتى ليس توقع يقين، وهذا ما دفع نتنياهو لأن يؤكد أكثر من مرة على موضوع أنه لا ضغوط علينا ونحن قرارنا بيدنا. التأكيد على ذلك هذا يدلل أن هناك ضغوط إسرائيلية، عفوا ضغوط أمريكية على نتنياهو مع قرب الانتخابات التي ستبدأ الحمى الانتخابية تستعر في الولايات المتحدة في فبراير القادم، البرايمرز وغيرها، في ظل استطلاعات الرأي التي باتت المسألة الفلسطينية والحرب على غزة جزء أصيل من المعركة الانتخابية والمزاج العام الأمريكي، وبذلك متوقع أن يكون هناك ضغط. ذلك نتنياهو يحاول أن يصادف الزمن من خلال تحقيق ولو إنجاز شكلي من خلال هذا الدمار الهائل والكبير. لا يوجد أكثر من ذلك تفسيرات لهذا السلوك، أو أنه أيضا نضيف سلوك رابع هو سيكولوجية هذا الإسرائيلي وهذا الصهيوني الذي بات يربك حسابات اليهود في العالم أجمع، الذي لم يكن هناك موقفا موحدا، وبات اليهود نفسهم يفصلون بين اليهود في أمريكا وفي الدول الغرب وبين الصهيونية في إسرائيل. على صعيد ما ذكرته من مبادرات سياسية، رويترز نقلت عن مسؤولين مصريين بأن حركة حماس رفضت مقترحا بالتخلي عن السيطرة على قطاع غزة في مقابل وقف دائم لإطلاق النار. السؤال هنا، يعني إسرائيل التي لم تستطع إنهاء وجود حركة حماس في قطاع غزة بالحديد والنار كما يقال، هل تستطيع أن تنهيه بالضغط عن طريق المفاوضات؟ يعني حركة حماس ليس يعني غدة ممكن أن يتم استئصالها أو غير ذلك. حركة حماس هي متجذرة في الشارع الفلسطيني، استطلاعات الرأي أعطتها الفصيل الأكبر والأول، انتخابات عام 2006 أعطتها الفصيل الأول والأكبر في الساحة الفلسطينية، وإذا لم تكن الأول فهي الفصيل الثاني في أسوأ الأحوال. وبذلك فكرة استئصال حماس وغياب حماس عن المؤسسات والنظام السياسي الفلسطيني أعتقد لا يمكن أن تكون منطقية أو مقبولة، لأنه سيصطدم في تحدي آخر، الانتخابات، وستشارك فيها حماس وقد تفوز حماس، وإن لم تفز ستكون الفصيل الثاني، وبذلك كيف سيتم التعاطي مع ذلك؟ في تقديري أن هذا هو بمثابة قفزة في الهواء، لا يعلمون، هناك حالة تخبط، يحاولوا فقط أن ينهوا هذه الحرب وألا تظهر حماس والمقاومة أنها يعني منتصرة أو أنها حققت إنجازات أو مكتسبات. لكن فيما يتعلق برويترز، رويترز نقلت خبر أن تقول حماس والجهاد رفضا اليوم. صحيح. نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تحدث على إحدى وسائل الإعلام واستمعت له شخصيا، قال لا أعلم أن هناك رفض لهذه الأفكار، وأعتقد أن هذا يدلل أن خبر رويترز غير دقيق، ربما منقول على لسان يعني مصادر غير موثوقة أو لا تعلم طبيعة الأشياء. هناك نقاش حاد وكبير، ولكن هناك محدد رئيسي وقرار اتخذ فلسطينيا ووطنيا، وهو وقف إطلاق النار قبل أي حديث، أي بمعنى على إسرائيل أن توقف وتسحب دباباتها ثم لكل حادث حديث. أما مسألة حكم غزة بعد الحرب، أنا في تقديري وأعتقد أن حماس والفصائل الفلسطينية مجتمعة تحمل نفس التفكير، لا أحد يستطيع أن يحكم غزة بعد الحرب منفردا، الحمل كبير والضرر كبير والمآسي كبيرة، وبذلك الحالة الفلسطينية بأمس الحاجة إلى توافق وطني بمقاسات وطنية فلسطينية وليس بإملاءات أمريكية إسرائيلية. كيف تتصور أستاذ دجني مضي هذه الحرب في ظل حديث نتنياهو البارحة أمام الكنيسة على أن هذه الحرب ستكون مستمرة وأن نهايتها لن تكون قريبة،
وأمام أيضا استمرار صمود المقاومة ورفضها الحديث عن أي تسويات بدون المرور على شرط وقف إطلاق النار. يعني المقاومة من جانبها بالتأكيد هي معنية بأن يوقف إطلاق النار الآن قبل غد، ولكن في نفس الوقت إذا لم يوقف إطلاق النار فهي جاهزة، وهذا ضمن حالة وقواعد لها علاقة بالاحتلال. الأصل في العلاقة مع الاحتلال هو الاشتباك، فإذا كان الاشتباك عسكريا أو كان سلميا أو قانونيا أو إعلاميا إلى آخره من أشكال المقاومة، هذا هو الحاصل في الحالة الفلسطينية. ما يتعلق بنتنياهو، نتنياهو يخشى أن توقف هذه الحرب دون أن يحقق هدف سياسي، لأنه هو الآخر يسأل متى ستبدأ الحرب في إسرائيل. الكل يقول أن الحرب حتى اللحظة لم تبدأ في إسرائيل، الحرب بعد وقف إطلاق النار، أي مستقبل نتنياهو سيكون على المحك، وحالة الجدل السياسي والكشف عن المعلومات والحقائق حول ما جرى في 7 أكتوبر وما جرى في غزة بعد ذلك في تقديري سيكون هو المفصل على نتنياهو فيما يتعلق بالبعد القانوني والقضائي، أي سيحاكم ويكون أكثر شخصية ربما يلعنها التاريخ في إسرائيل. هذا بالتأكيد السيناريو الذي يرعب بتنازل ذلك، ويتمنى بقاء الحرب وسيعمل على بقاء الحرب إلى أن يحقق إنجاز. ما هذا الإنجاز؟ هو ربما يتوقع لو قتل السنوار قد يكون في ذلك إنجاز، ولكن لو درس التاريخ الفلسطيني، ونتنياهو قارئ جيد ورجل بروبوغندا، لو قرأ التاريخ الفلسطيني وعلم أن إسرائيل اغتالت ياسر عرفات واغتالت أحمد ياسين وعبد العزيز الرئيسي والقائمة تطول، ماذا حصل مع فصائل المقاومة؟ على العكس تماما، كل قائد يتم اغتياله يقوى هذا الفصيل الذي يبقى لهذا القائد. أستاذ دوجن، يعني عندما يتدحرج سقف طموحات الاحتلال الإسرائيلي إلى اغتيال شخص واحد من الفصائل المقاومة في قطاع غزة، ألا يعتبر هذا فشلا في حد ذاته؟ نعم، هذا فشل، وكل الجدل السياسي الآن يتحدث عن أهداف إسرائيل. إسرائيل طرحت أهداف، قضاء على حماس، ماذا حصل؟ هل قضت على حماس؟ أغلب الشهداء هم من الأطفال، صحيح قد يكون منهم من عوائل في حركة حماس، نحن شعب مترابط ومتماسك، وليس من السهل أن تميز في البيت الواحد، قد تجد حماس وفتح ويسار ويمين وغير ذلك. لذلك هذا الهدف سقط، قد أسقط حكم حماس، على العكس تماما، حكم حماس في الأيام الأخيرة من الحرب ربما كان هناك بعض التهلغل وضعف في يعني البداية نتيجة الضربات القاسية، لكن عمليا الآن تستعيد الشرطة الفلسطينية لحماية المساعدات وضبط الحالة الأمنية مكانها، وبذلك هناك تواجد حكومي. كيف من الممكن أن تسقط هذا التواجد؟ حتى لو دمرت كل مقار الحكومة تستطيع الحكومة، لأن هناك تجربة سابقة في 2008 كان هدف يهود أولمرت في حرب الفرقان القضاء على حكم حماس واستعادة جلعاد شريف، قصفت كل مقرات الحكومة في ذلك الوقت وقتل آلاف الموظفين والعاملين في السلف العسكري والمدني. على العكس تماما، استعادت الحكومة موضوعها لأن هناك إرادة وحرب إرادات، وليس المسألة بالطريقة التي تفكر بها إسرائيل. نحن شعب فلسطين بالتأكيد سنفكك حماس وأجنحتها العسكرية والجهاد عندما يعني يزول السبب بقائها. سبب بقائها هو جذر المشكلة وهو الاحتلال. طالما وجد الاحتلال تحصل المقاومة ستبقى فصائل المقاومة، طالما زال الاحتلال وقيمة الدولة ستتحول هذه لأحزاب سياسية وسلاحها سيكون ضمن جيش دولة فلسطين. هذه هي المعادلة التي ربما هي الأقل والأقصر للوصول إلى حلول لكل أزمة الشرق الأوسط وليس أزمة فلسطين. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، حدثنا عبر سكايب من جنوبي